بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات السنة السادسة ابتدائي، نستأنف مع المساحات وحدات القياس. كنا قد توقفنا عند التمرين رقم 4، أعبر عن القياسات التالية بالهكتار. أعبر عن القياسات التالية بالهكتار: عندنا 50,000 متر مربع، كم فيها من هكتار؟ ثم عندنا 92 كيلومتر مربع، كم فيها من هكتار؟ ثم 15 آر، كم فيها من هكتار؟ ثم 345 سنتيار، كم فيها من هكتار؟ إذن أولا ننظر إلى الجدول. الجدول الذي رأينا من قبل كما نرى لي زونيتي دو سيرفاس، وحدات المساحة، لي ملتيبل مضاعفات الوحدة. نتكلم عن ديكامتر مربع، الهكتومتر مربع، الكيلومتر مربع. إذا نتكلم عن مضاعفات هذه الوحدة، طبعا في الوسط عندنا الوحدة اللي هي المتر مربع، ثم اللي سو ملتيبل. كما نقول ما تحت المضاعفات، إذا عندنا الديسيمتر مربع، السنتيمتر مربع، المليمتر مربع. لكن هذه الوحدات طبعا كما نرى تأخذ أسماء أخرى. طبعا نتكلم عن القياسات الزراعية، إذا هذه الوحدات هي التي نطلق عليها الوحدات الزراعية لتعلقها بالأراضي الزراعية. إذا عندنا الهكتار، الآر، ثم السنتيار. بالنسبة للسنتيار هو المتر مربع، السنتيار كما نرى هو المتر مربع، ثم الآر، ثم الآر هو الديكامتر مربع، ثم وأخيرا الهكتار هو الهكتومتر مربع. هكتار، هكتومتر مربع، آر، ديكامتر مربع، سنتيار يعني هو الوحدة، السنتيار هو الوحدة اللي هي المتر مربع. إذن طبعا سنضع هاد الأعداد في هذا الجدول ثم نحولها. أولا عندنا 50,000 متر مربع، كم فيها من هكتومتر مربع؟ 50,000 متر مربع، كم فيها من هكتومتر مربع؟ أولا عندنا 50,000 متر مربع. إذن آخر رقم في هذا العدد هذا اللي قبل الفاصلة تنتكلم هنا على 50,000 متر مربع. آخر رقم من هذا العدد اللي هو رقم الوحدات يجب أن يكون مكتوبا في هذه الوحدة اللي عندنا. عندنا 50,000 متر مربع، إذن رقم الوحدات خاص يكون في المتر مربع، خاص يكون في العمود الخاص بوحدات المتر مربع. طبعا قلنا قبل الفاصلة لأن هاد 50,000 متر مربع هي في الحقيقة لو أردنا هي 50,000 فاصلة مجموعة أصفار، هي 50,000 متر مربع فاصلة مجموعة أصفار، لأنه ليس عندنا هنا أجزاء لهاد المتر مربع، إذن بالتالي عندنا أصفار، إذن طبعا نزيح هاد الأصفار، إذن طبعا نزيح هاد الأصفار، إذن وكأنه عندنا 50,000 فاصلة مجموعة أصفار، صفر 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 ما لا نهاية من الأصفار، لكن هنا نحذفها طبعا لأنها غير موجودة هاد الأجزاء. لو كان هناك رقم آخر ما غير الأصفار طبعا لأبقينا على هاد الأرقام، ومادام أن الصفر هنا لا يفيد وبالتالي فنحن نحذفه. إذن حتى لا نتلخبط فيما يخص وجود الفاصلة من عدم وجودها. إذن عندنا هنا 50,000 متر مربع، سنضع الصفر، سنضع آخر صفر هنا، إذن اللي هو رقم الوحدات سنضعه في رقم وحدات المتر مربع، وبالتالي نكمل العدد. إذن أين سيصل بنا العدد؟ إذن الرقم 5 سيكون في خانة الهكتومتر مربع اللي هي نفسها خانة الهكتار، وبالتالي 50,000 متر مربع كما نلاحظ تتعطينا 5 الهكتارات. إذن 50,000، إذن طبعا نضع الفاصلة في الخانة الخاصة بالهكتار، ثم نأتي إلى 92 كيلومتر مربع. طبعا 92 كيلومتر مربع رقم الوحدات في عمود الوحدات الخاصة بالكيلومتر مربع، إذن 92 كيلومتر مربع، لأن 92 كيلومتر مربع هي 90 كيلومتر مربع ثم 2 كيلومتر مربع،
هاد اثنان ايضا راه داخله في عدد الكيلومترات المربعه. اذا عندنا 90 كيلومتر مربع ثم 2 كيلومتر مربع. اذا هاد العدد راه كله تيدل على عدد الكيلومترات المربعه، وبالتالي غنوضعوا هاد رقم ديال الوحدات غنوضعوا في وحدات الكيلومتر المربع. فالحقيقه حنا تنترجموا فقط الكتابه، عندنا 92 كيلومتر مربع تنوضعوها في الجدول بهذا الشكل ترجمه لهذه الكتابه. وضعنا العدد في المكان ديالو، عاد غنشوفوا دابا التحويل. اذا خاصنا نشوفوا 92 كيلومتر مربع شحال فيها من هكتار، بمعنى اخر شحال فيها من هكتومتر مربع. اذا طبعا تنشوفوا فين كاين الهكتومتر المربع اولا، واش على اليسار او على اليمين. اذا الا كان الرقم واصل لهاد الخانه ديال هاد الوحده اللي باغي نحولوا لها العدد، اذا تنديروا الفاصله. الا ما كانش العدد واصل بالارقام ديالو لهاد الوحده اللي باغي ننتقلوا ليها، اذا طبعا نكمل بالاصفار سواء على اليسار، وبالتالي تنوضعوا واحد الفاصله في اخر صفر، او تنزيدوا اصفار اخرى على اليمين كما عندنا هنا. اذا طبعا عندنا احنا 920 يلا واصله للعشرات ديال الهكتار، وبالتالي احنا خاصنا نوصلوا للوحدات. اذا غنزيدوا صفر اخر، اذا غتولي عندنا 9200 هكتار كما تنشوفوا، 9200 هكتار. ثم عندنا 15 ار، اذا تنشوفوا الخانه ديال الار فين كاينه. اذا الخانه ديال الار هي هذه، اذا طبعا تنشوف الوحدات ديالها. اذا غنوضعوا الرقم ديال الوحدات ديال 15 فالخانه ديال الوحدات ديال الار، ثم نكمل العدد. طبعا سنكمل لليسار، اذا سنضع واحد هنا، اذا غتولي عندنا هذه هي 15 ار. ثم نبحث كم فيها من هكتار، اذا طبعا الهكتار بقيه على اليسار، اذا الخانه ديال الهكتار هي على اليسار كما نلاحظ. اذا سنكمل بالاصفار او كما عندنا هنا سنكمل بالصفر، اذا سيصبح عندنا 0.15. اذا غتولي عندنا 0 هكتار، 0 هكتار ما واصلش هكتار، فاصله 15.15. اذا 15 ار تتساوي 0 هكتار فاصله 15. ثم 345 سنتيار، 345 سنتيار. اذا تنشوفوا الخانه ديال السنتيار فين كاينه، اذا السنتيار هي هذه الموافقه للمتر مربع كما نلاحظ. اذا تنشوفوا الخانه ديال رقم الوحدات ديال السنتيار، اذا هي هذه. اذا فنضع فيها اولا الرقم 5 اللي هو رقم الوحدات ديال 345، ثم نكمل العدد طبعا لليسار. اذا سنضع 4 ثم سنضع 3، اذا العدد تنتهي هنا. طبعا احنا باغي نشوفوا شحال فيه من هكتار، اذا الهكتار كما تنشوفوا باقي لي مازال جوج ديال الخانات. اذا طبعا سنكمل بالصفرين، 0 هكتار فاصله 0 345، 345 سنتيار تتساوي بالمقابل 0 هكتار فاصله 0 345. اذا هذه هي طريقه التحويل من وحده الى وحده. هنا عندنا فقط الاسماء هي اللي تتغير، بحال دابا الهكتار هو الهكتومتر مربع، الار الديكامتر مربع، السنتيار هو المتر مربع، نفس الوحدات فقط هذه اسماء متداوله عند الناس المهتمين بالاراضي الزراعيه، ثم هناك قياسات اخرى في مجالات اخرى. اذا نفس الطريقه ديال التحويل كما تنشوفوا، يعني ديما تنشوفوا العدد اللي عندنا تيهم اش من وحده. مثلا عندنا في الاول 50000 متر مربع، اذا هاد 50000 متعلقه بالمتر مربع. اذا اولا نضع العدد في الجدول بالطريقه الصحيحه، تنوضع الوحدات في الوحدات، ثم نكمل العدد. عاد تنشوفوا الوحده اللي تنبحثوا عنها على اليمين او على اليسار، الا كان العدد واصل الوحده المطلوبه اللي تنبحثوا عليها، الوحده المطلوبه، اذا تنوضعوا الفاصله في المكان الملائم ديال الوحده اللي تنقلبوا عليها. بحال دابا عندنا 50000،
إذا هاد 50,000 متر مربع كما تنشوفوا بأن العدد واصل لخانة ديال الهكتار. تمشوا للخانة ديال الوحدات ديال الهكتار اللي هي هادي، ثم نضع فاصلة، إذا غتصبح عندنا 5 فاصلة بقية الأرقام. لنفرض بأن عندنا 55,620، 55,620 متر مربع، إذا 55,620 متر مربع، إذا شحال فيها من هكتار؟ إذا طبعا سنضع الفاصلة في المكان ديال الخمسة، إذا غتولي عندنا 5 هكتار، 5 هكتار فاصلة 5,620، 5 هكتار فاصلة 5,620. هذا العدد الجديد اللي غيكون عندنا، ولكن بوحدة جديدة. غيكون عندنا عدد جديد ولكن مع وحدة جديدة. طبعا هو راه نفس القياس، نفس المساحة، ما كاين حتى فرق، غير حنا في هذا المكان عبرنا بواحد القياس صغير حتى وصلنا لهد نفس المساحة. في العدد الثاني عبرنا واحد القياس كبير شيئا ما، اللي هو مضاعف للمتر مربع، ولكن في النهاية تنوصلوا مع العدد الجديد تنوصلوا لنفس المساحة. الآن غنشوفوا التمرين رقم 5، احسب مساحة السطوح الأربعة المحاطة على التوالي باللون الأحمر والأخضر والأزرق والبرتقالي. هل يمكن حساب مساحة السطح الملون باللون الوردي؟ لماذا؟ احسب مساحة السطوح الأربعة المحاطة على التوالي باللون الأحمر والأخضر والأزرق والبرتقالي. هل يمكن حساب مساحة السطح الملون باللون الوردي؟ لماذا؟ إذا كما تلاحظوا مساحة السطح الوردي هي هذه المساحة الموجودة في الوسط. طبعا مساحة السطح الوردي كما تلاحظوا هي المساحة المعبر عنها بهذا الخط الموجود في الوسط. إذا هي المساحة المعبر عنها بهذا الخط الموجود بين هاد الخطين. إذا هذه هي المساحة المتساءل عنها هنا. إذا عندنا هاد المساحة، المساحتين الأخريتين الداخلية أو الخارجية يعني تيمكن لنا نحسبوها. علاش؟ لأنها مرتبطة بوحدة القياس الموجودة هنا اللي هي المربع. كما نلاحظ بأن مساحة السطوح الأربعة هي تسير وفق التربيعات الموضوع عليها هذه السطوح. كما نلاحظ بأن محيط المساحات الأربعة هي تسير وفق هذه التربيعات، وبالتالي يسهل حساب مساحتها، بينما محيط السطح الوردي هو لا يسير وفق هذه التربيعات، وبالتالي يصعب حساب مساحته. محيط السطح الوردي لا يسير وفق التربيعات الموجود عليها هذا السطح، وبالتالي يصعب حساب مساحته. إذن في الشكل رقم 1 كما نلاحظ أن المساحة الداخلية هي 26 مترا مربعا. بالنسبة للمساحة الممتدة إلى الخارج، إذن هذه المساحة إذا قمنا بالعد طبعا للمربعات، إذن سنجدها 57 مترا مربعا. ثم في الشكل رقم 2 إذا قمنا بعد مساحة الشكل الداخلي طبعا سنجدها 29 مترا مربعا. بالنسبة للشكل رقم 2 علينا أن نكمل الأنصاف ببعضها. ميزة المساحة الداخلية هنا أن المحيط يمتد عبر بعض أنصاف التربيعات التي يوجد عليها السطح، سنجد 29 مترا مربعا. بالنسبة للسطح الممتد إلى الخارج طبعا نفس الطريقة، محيطه أيضا يمتد عبر بعض أنصاف التربيعات. إذن علينا أن نكمل هذه الأنصاف ببعضها بعضا ثم نكمل العد. إذن طبعا سنحصل على 51 متر مربع، كل تربيعة توافق متر مربع كما نلاحظ. إذن سيصبح عندنا مساحة السطح الداخلي هي 29 متر مربع، ثم مساحة السطح الخارجي هي 51 مترا مربعا. ماذا ألاحظ؟ طبعا من الأمور التي يمكن أن نلاحظها أن هناك فرقا شيئا ما كبير بين المساحتين التي توجد بينها مساحة السطح الوردي. في الشكل واحد عندنا المساحة الصغرى هي 26 متر مربع، ثم المساحة الكبرى هي 57. هذا الفارق طبعا هي المساحة الموجودة بين هذه المساحتين، لكن ما هي مساحة السطح الوردي مثلا في الشكل رقم 1؟ طبعا بين 26 و 57 هناك فرق. إذا كما تلاحظوا هناك 31 متر مربع،
57 ناقص 26 غتعطينا 31. هاد 31 راه ديال المساحة الموجودة بين هاد المساحتين، يعني هو فارق المساحة بين السطح الخارجي والسطح الداخلي. لكن ما هي مساحة السطح الوردي الموجود بين هاد المساحتين؟ طبعا كما تلاحظوا بأن مساحة السطح الوردي هي تتجاوز المساحة الداخلية. طبعا يمكن أن نقلص من هاد الفارق لنجد مساحة السطح الوردي بشكل أقرب. ممكن أننا نضيف التربيعات بين السطح الداخلي والسطح الوردي، ثم ننقص التربيعات الواضحة مثلا من السطح الخارجي لنقترب أكثر من مساحة السطح الوردي الحقيقية. طبعا هناك بعض أجزاء التربيعات التي يصعب تحديد نسبتها وبالتالي مساحتها. نفس الشيء في الشكل رقم 2، إذن هناك 22 متر مربعا فارق، 51 ناقص 29 غتعطي 22 متر مربع. إذن نفس الطريقة، كلما تعرفنا على المساحة الموجودة بين السطح الوردي وبين السطح الخارجي ثم نقصناها من مساحة السطح الخارجي، كلما اقتربنا من مساحة السطح الوردي. وكلما تعرفنا على المساحة الموجودة بين السطح الوردي وبين السطح الداخلي ثم أضفناها لمساحة السطح الداخلي، كلما اقتربنا من مساحة السطح الوردي. إذن خلاصة ونتائج: لتحويل قياس مساحة من وحدة إلى أخرى يمكن الاستعانة بالجدول. إذن نفس الجدول الذي رأينا من قبل، هناك المتر مربع في الوسط، هناك وحدة المتر مربع في الوسط، ثم على اليمين كما نتكلم على القواسم ديسيمتر مربع، سنتيمتر مربع، المليمتر مربع، ثم على اليسار هناك المضاعفات، هناك الديكامتر مربع، الهكتومتر مربع، ثم الكيلومتر مربع. إذا عندنا مثلا 475 ديسيمتر مربع، ناخذ رقم الوحدات ديال هذا العدد اللي هو 5، غنوضعوه في الخانة ديال الوحدات ديال الديسيمتر مربع. غنوضعوه في خانة الوحدات لوحدة الديسيمتر مربع، ثم نكمل العدد غتولي عندنا 475 ديسيمتر مربع، ثم ننظر كم فيها من متر مربع. إذن طبعا الأعداد توصل الخانة ديال المتر مربع، وبالتالي سنضع الفاصلة في خانة الوحدات، وغيكون هذا الرقم اللي توصل الخانة ديال الوحدات على يسار الفاصلة. إذن بحال اللي عندنا هنا رقم 4 هو في وحدات المتر مربع، إذن سيكون على يسار الفاصلة. إذن غتولي عندنا 4 متر مربع فاصلة 75، ثم عندنا 597 متر مربع. إذن سنضع 7 اللي هو رقم الوحدات ديال هذا العدد في خانة الوحدات لوحدة المتر مربع، ما دام أنه عندنا هنا 597 متر مربع. ثم نكمل، ما هو المطلوب منا؟ كم فيه من كيلومتر مربع؟ إذن كيلومتر مربع يوجد على اليسار، إذن سنكمل بالأصفار. إذن العدد لن يصل إلى هاد الوحدة، وبالتالي سنكمل بالأصفار حتى نصل إلى وحدة، ثم نكمل بالأصفار، حتى نصل إلى خانة وحدات هذه الوحدة، ثم نضع الفاصلة. إذن سيصبح عندنا 0 كيلومتر مربع فاصلة 3 الأصفار 597، ثم عندنا 23 متر مربع. إذن 23 متر مربع سنضع 3 في خانة وحدات المتر مربع، ثم نبحث عن كم فيها من سنتيمتر مربع. طبعا سنتيمتر مربع يوجد على اليمين، هذا العدد اللي هو عدد 23 لن يصل بأرقامه لهاد الوحدة، كما نلاحظ بأن الوحدة هي بعيدة عن المتر مربع. إذا سنكمل طبعا بالأصفار حتى نصل هاد الوحدة. إذا سيصبح عندنا ماذا؟ 23 متر مربع تساوي 230 ألف سنتيمتر مربع. لقياس الأراضي الزراعية نستعمل كذلك الوحدات الزراعية، الآر نرمز له بالأ، نرمز له بأ، الهكتار نرمز له بأش أ، ثم السنتيار نرمز له بالسي أ. واحد آر كما نلاحظ، واحد آر كم فيه من متر مربع؟ إذن طبعا فيه 100 متر مربع. إذن وكأننا نتكلم عن واحد ديسيمتر مربع،
كم فيه من متر مربع. ثم عندنا واحد سنتيار مثلا كم فيه من متر مربع. واحد سنتيار، سنتيار هو المتر مربع، إذن واحد سنتيار يساوي واحد متر مربع. ثم واحد هكتار كم فيه من متر مربع، كم يساوي من متر مربع. إذن واحد هكتار يساوي 10,000 متر مربع. نضع واحد في وحدات الهكتار، ثم نكمل بالأصفار طبعا على اليمين، فيصبح عندنا واحد هكتار يساوي 10,000 متر مربع. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.